يقول: ما يحصل من الوفيات بسبب ما يسمى بكورونا ومرض يقول إيبولا. يسأل كثير من الناس عن حكم تغسيل الأموات الذين ماتوا بسبب ذلك خشية العدوى، ما حكم تركهم؟ إذا قرر الأطباء أنه معدي فإنه ييمم المريض، ييمم بالصعيد بالتراب، يكون من وراء حائل. نعم. وإذا كان أنه يزيد العدوى لمن قارب هذا المتوفى، المتوفى يجعل في تابوت ويصلى عليه ويدفن. نعم.